اوه جاد اوه جاد طيب بصوا مع بعض يلا يلا لان هي المساله بتقول خلاص مستعجله تقريبا كويس وانت مش محدد المهم تركزوا الفتره اللي جايه دي ان انتوا فعلا داخلين على عمايل البيت راح مخطوبه العيل في ثانوي خليكي فاكره ان انا الام الوحيده اللي قلت لك خليكم متصاحبين وما تخطبوش هنا جم بكوا بالدموع كوبلات اخذوا هرمونز في بدايه زواجهم لاسباب متعدده وبعدين قعدوا تعلى عينينا لغاية ما قدرنا يحصل حمل بعد كده تمام؟ بسبب البيبس؟ ميرسي يا دكتور ليه ما بيتقطش البيبس؟ بصي يا حبيبتي بصي لأن البنت فيها هايمن وفي فيرجينيتي طب ما الراجل يعني ما يعترف هايمن. ما يقول الحقيقة ممكن اكون كداب احنا ثلاثة ستات اوكي شايفين احنا الثلاثة ان الراجل احسن مننا ليه؟ ازاي؟ بصي ده ربنا الانش على فكرة ربنا انش عايزه ابقى مستقله بحياتي نعيش مع بعض فنعيش مع بعض شايفه الموضوع صعب قوي للدرجه دي مش عارفه